السلام عليكم أعزائي الطلاب. أحب أولا أبتدي المحاضرة بأن أقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير ويا رب الصحة والسلامة لكم ولعوائلكم، ينعاد عليكم بالعافية والسلامة من داء كورونا وتحقيق جميع أمانيكم ونشوفكم أحلى مهندسين. محاضرتنا اليوم واللي هي المحاضرة الرابعة خلال هذا الكورس والمحاضرة الثالثة باللغة الإنجليزية راح نتكلم عن عدة مفاهيم. الرحلة مالتنا راح نحاول خلالها نجاوب عن سؤالين. السؤال الأول What a plant is؟ شنو معنى plant؟ And السؤال الثاني راح يكون What our plant does and how it doesn't؟ كيف هذا البلانت هاي الأنظمة تعمل وكيف لا تعمل، أو كيف نحصل عنها شيء أو كيف ما راح نحصل شيء. من خلال المحاضرة راح نفتهم هذين السؤالين ونكون قادرين على الإجابة عليهم. أول مرحلة راح نبدأ نعرف شنو البلانت، نريد نفتهم البلانت شنو. فراح نبدأ أولا نتطرق إلى السيستم، النظام. What is a system؟ من أين أسألكم هذا السؤال؟ نظام شنو معناه؟ أغلبكم راح تتوارد لكم أكثر من فكرة مرت علينا خلال دراستنا خلال رحلتنا العلمية. خلال محاضرتنا هنا راح ننطي ثلاث تعاريف للسيستم اللي تكون يعني أكثر تواصل أو اتصال مع مادتنا المشروع أو مع مادة Process Safety and Risk Management. التعريف الأول اللي راح يكون هو System is a medium that relates a cause to an effect or an input to an output. بما معناه هو عبارة عن وسط يربط بين السبب وإلى التأثير، أو وسط يربط بين المدخلات إلى المخرجات. يعني فد وسط السيستم هو عبارة عن وسط يربط لي بين الأوتبوتس والإنبوتس، أو يربط لي بين الإفكتس والكوزز. يعني أنا عندي إنبوت وعندي أوتبوت، السيستم هو عبارة عن الوسط اللي تتم به خلال جميع العمليات التي تحصل على الانبوت من اجل الحصول على الناتج واللي هو راح يكون عندي هنا شنو هو اوتبوت. تعريف اخر للسيستم يعرف as an abstract operator mapping from the input signal space to the output signal space. بما معناه وسط تشغيل يربط بشكل خريطة كل الإشارات المدخلة والإشارات المخرجة وتأثيرات النظام والتأثيرات الخارجية كما موضحة بالفيجر الأمامكم. عندي في السيستم ما عندي في الانبوتس داخلة، عندي انبوتس خارجة، عندي some disturbances، عندي بعض التأثيرات بعض التغييرات اللي تؤثر على السيستم من خارج النظام، يعني من البيئة اللي محيطة بالنظام مالتنا اللي هي تعرف بالdisturbances. وعندنا داخل السيستم نفسيته عندنا بعض المتغيرات اللي معروفة كparameters بي، وبعض الstates اللي هي تمثل ب x، واللي هي شنو الparameters هي عبارة عن فاكتورات تحدد لي العمل مالتي، والستاتس هي تمثل لي المراد من المنظومة مالتي. يعني معنى آخر هو عبارة عن خريطة تربط لي كل المدخلات الإشارات الداخلة والإشارات الخارجة والمؤثرات واللي عرفناها بالتعريف أعلى. بينما عندي تعريف آخر اللي شو يقول لي؟ يقول لي the system is a thing that is composed of at least two different connected things. شنو هو؟ هو عبارة على عن شيء ما يربط ما بين على الأقل شيئين
مرتبطين. يعني شنو؟ عندي فد شيما بعناصر اثنين مختلفات ولكن مرتبطات مع بعضهم البعض. هذا النظام أو هذا الموضوع أو هذا الشيء إذا حصل نسميه system. إذن شنو system؟ A thing that is composed of، عبارة عن شيء يحتوي على الأقل عناصر اثنين مختلفة ولكن مرتبطة مع بعضها البعض. وموضح لي هنا بالنظام بهذه الصورة الواضحة أمامكم. العفو. إيش عندي؟ عندي هذه هنا مستطيل محدد، وهذا الخط الغامق للمستطيل يمثل السيستم باوندري يعني حدود النظام. عندي انبوتس إشارة داخلة أو أمر داخل، أو عندي فيد في المواد تدخل باعتبار هذا النقطة معمل، وعندي مواد خارجة وعندي منتجات اوتبوتس. فهاي خط مثل ما قلنا السيستم إلى حدود ما ممثل بهذا الخط الأسود الغامق. داخل السيستم عندي مجموعة من الأشياء، مجموعة من المكونات اللي قلنا at least two different things، مجموعة من المكونات اللي لازم تكون مختلفة بعضها عن البعض. وده نشوف شبيها لازم تكون بالسؤال يقول أو بالتعريف، تكون مرتبطة يعني أكو رابط بين هذا الشيء وهذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء وهكذا، يعني أكو لازم أكو روابط بيناتهم. إذن حتى نفتهم شنو هذا، ده نشوف بأنه هذن النقاط السوداء تمثل لي السيستم كومبوننت أجزاء النظام، بينما هذه الأجزاء الرصاصية النقاط الرصاصية الواضحة أمامكم تمثل لي عبارة عن كومبوننتس موجودة وين؟ بالإنفيرونمنت، بمحيط النظام أو ببيئة النظام. بينما عندي هنا في النقطة بيضاء وعندي هنا في النقطة بيضاء تمثل لي things outside the environment، تمثل لي عبارة عن أشياء موجودة خارج النظام ولكن هم ممكن تأثر لي على النظام. بينما هذا الخط الأسود المستمر شو يمثل لي؟ يمثل لي الconnection between system component أو نقطة الاتصال أو خط الاتصال بين أجزاء النظام اللي هي النقاط السوداء. بينما هذا الخط المنقط الناعم الواضح أمامكم شو يمثل لي؟ connections between composition and environment، ان يمثل لي خط ارتباط او خط تأثير او مسار تأثير بين مكونات النظام هي النقاط السوداء والمكونات الموجودة داخل الانفيرونمنت مالت النظام المحيطة بالنظام هي النقاط الرصاصية. بما معنى اخر تمثل لي تأثير المحيط مالت النظام على اجزاء النظام. بينما اذا نشوف اكو هاي الخطوط الدوتيت اللي تكون مختلفة واللي شو تمثل لي؟ تمثل لي connections to think outside the environment. يعني شنو؟ تمثل لي تأثير العناصر الموجودة خارج النظام وخارج بيئة النظام على يمن على النظام مالتي. مثلا انا النظام مالتي محطوط اليوم بالمحافظة بابل في المنظومة عندي اريد اشغلها، البيئة مالته شنو هو؟ كل ما يحصل في محافظة بابل اذا صار حظر تجوال، اذا صار مثلا انطفاء كهرباء، صارت حرب، هاي الامور كلها بيئة النظام فتأثر عليها مباشرة. ولكن هاي النقاط البيضة ايش نقدر نمثلها؟ نقدر نمثلها مثلا المادة الأولية اللي راح نستوردها من الصين، هاي المادة خارج النظام خارج المعمل، اي خارج المعمل زين، خارج المحافظة خارج المحافظة، ولكن تأثر بصورة مباشرة، اي تأثر بصورة مباشرة. إذن هذا اللي شو نسميه things outside the system and outside the environment. إذا لاحظ عندنا نوع آخر من الخطوط اللي هو هذا الموضح أمامكم،
بالشكل البيضاوي. هذا شو يمثلني؟ يمثلني السب سيستم باوندر. يعني شنو سب سيستم باوندر استاذ؟ اوكي انا خلي يقول عندي مصفى، زين هذا المصفى بداخله اكو مجموعه من الكومبوننتس السود اللي هي الاجزاء الرئيسيه، واكو من ضمن الكومبوننت مثلا اكو كل مجموعه تمثل لي فد عمليه خاصه، مثلا فد عمليه ازاله الاملاح من النفط، هاي بحالها وحدها هي كل العمليه يعني شنو مصفى نفطي، شي راح ياثر على شيء. بس بنفس الوقت عمليه ازاله الاملاح من النفط هي مو نفس الشيء، هي هاي كلها نظام محدد، يعني نظام صغير من اصل نظام كبير. اي اذا شو نسميها سب سيستم وتمثل بهكذا. بعدين ايش عندي؟ عندي مثلا نظام او منظومه اخرى لازاله الشوائب من النفط. من ضمن النظام الكبير اكو نظام صغير شو يسوي؟ يزيل الشوائب، نظام صغير يزيل الماء، نظام صغير يزيل الكربون، وهكذا. اذا كل سيستم اكيد بداخله شكو سب سيستم اخر. فهنا راح يرجع لنا فد سؤال، ما هل البروسيس بلانت هي نفسها البروسيس سيستم لو لا؟ سؤال لطيف. احنا قلنا السيستم يمثل هذا التمثيل اللي امامكم، وهذا ممكن يمثل لي شنو؟ هذا التمثيل اللي امامكم، وهذا موضح هنا كدستريشن كلام الوضع امامكم او برج التكرير. زين هل البلانت كلها ممكن ان تعتبر سيستم لو ما ممكن تعتبر سيستم؟ عده اسئله لازم احنا نجاوبها حتى نفتيها. واحد من الاسئله هاي why should we care، ليش لازم نهتم؟ ليش اصلا منطين للموضوع اهميه؟ نريد نعرف اذا كان البلانت كله يمثل لي سيستم او لا. اي ممكن لازم نفتهم. ليش لازم نفتهم؟ لانه احنا نعرف انه خلال البلانت موجود مجموعة من الاجزاء، مجموعة من المكونات، مجموعة من الاجهزة، مجموعة من العمليات. فلازم نعرف هل هذه العمليات او هاي المكونات الموجودة داخل النظام او داخل البلانت بتواصل مع بعضها with connections لو without connections، ما تأثر بعضها على الاخر، ما متصل بعضها على الاخر. يعني شنو استاذ؟ ها هو السيستم شنو؟ السيستم مثل ما عرفنا is a set of at least two things with connection two different things with connections between them. اوكي هذا اذا لقينا اشياء اثنين مختلفات مرتبطات مع بعضهم شنو نسميهم؟ سيستم. زين اذا لقينا اشياء اثنين مختلفات ولكن غير مرتبطات مع بعضهم، اذا هذا نقدر نسميه سيستم لو لا؟ لا ما راح نسميه سيستم. اذا شو نسميه؟ نسميه اجريجيت، مجموعه، اللي هو شنو هو؟ is a set of at least two different things with no connection between them. اذا كان مجموعه الاجهزه الموجوده خلال البلانت مرتبطه بعضها بالبعض، يؤثر بعضها على البعض، شو نسميها؟ سيستم. اذا كانت هذه الاجهزه والانظمه الموجوده غير مرتبطة مع بعض، شو نسميهن؟ نسميهن aggregate. زين استاذ عمليا يعني شنو الفرق؟ عمليا شنو الفرق؟ اوكي انتظروني. التأثير هو الفرق، influence هو الفرق. ليش؟ بحالة السيستم، بحالة النظام، شو يقول لي؟ components can influence each other، الأجزاء تؤثر بعضها على الآخر. يعني إذا صارت عندي مشكلة في جزء ما وأثر هذا الجزء على جزء آخر، إذا المشكلة راح تنتقل من الجزء الأول للجزء الثاني؟ نعم. أها يعني أستاذ لازم نفتهم البلانت هي سيستم لو أجريجيت لهذا السبب، حتى نعرف إذا سيستم وصارت مشكلة في مكان ما فهاي المشكلة راح تأثر باحتمال يعني محتمل على النظام كله، على كل الأجهزة البقية. ليش؟
لأنه جزء مع جزء مرتبطات. ولكن إذا كانت عندي النظام aggregate مجموعة من الأجهزة، يعني مجموعة من الأجهزة موجودة نفس المكان ولكن بعضها غير مرتبط بالآخر، يعني تأثير بيناتهم ماكو، يعني إذا تعرض أحد الأجزاء إلى مشكلة ما راح تأثر المشكلة هاي على جزء آخر بالنظام، ليش؟ لأنه غير مترابطين. أوكي أستاذ استفتي همي. زين أستاذ، يعني شنو المطلوب من عندنا بالريسك مانجمنت؟ احنا شنو نقول in risk management you are saying something about the future. احنا بالريسك مانجمنت بإدارة المخاطر دا نتكلم شيء عن المستقبل، اما نقول هاي المنظومة راح تكون سليمة 100% وما صار بها حوادث وراح ننام مرتاحين البال، او هذه المنظومة اكو بها احتمال يصير حادث ولذلك لازم اتبع فلان خطوات وانصب فلان اجهزة حتى امنعها. بما معناه شيء مهم جدا لازم اعرف هو انا اذا اتعامل ويا سيستم لو ويا اجريجيت. ليش؟ اذا كان ويا اجريجيت راح اجي ادرس كل جزء على حدة واعرف شنو ممكن يتعرض لمشاكل. ليش استاذ؟ لانه اذا صارت مشكلة بجزء ما راح اثرها على الجزء الثاني باعتباره aggregate. زين استاذ بحالة السيستم، بحالة السيستم من الخطأ جدا ومن الغباء اجي ادرس كل جزء على حدة، ما ممكن. ليش؟ لازم اجي انظر للجزء او للنظام مجتمع. اوكي اول مرة صحيح اجي اني ادرس المخاطر الممكنة بكل جزء من هذا الاجزاء مالت النظام، ها هي لا مو ها هي، وراهش اجي اذا صارت عندي خطأ في الجزء الاول ايش راح يأثر على الجزء الثاني. زين ايش راح يصير؟ مثلا انا عندي هنا بير وورا البير عندي برج مال تكرير، ورا برج التكرير عندي خزانات مال خزن. تمام تمام استاذ. زين انا مسيت بانه المضخات الحاطن على البئر النفطي تسحب لي النفط ومقداره 1,000,000 برميل بالساعة على سبيل المثال، او هذا كل شيء كبير نفرض بانه اذا تسحب لي 1,000,000 برميل باليوم والدزن المن الدزن للبرج مال التكرير. زين اذا صارت عندي فد مشكلة بالنظام الأول وقل السحب من 1,000,000 إلى 900,000 راح يتأثر الديستليشن كلام؟ نعم راح يتأثر. شنو التأثير مالته؟ التأثير مالته بأنه أنا الناتج مالتي راح يقل، فبالتالي أرباحي ممكن راح تقل. ها زين أستاذ، إذا حالة ثانية صارت بأنه صار عندي فد مشكلة وما سيطرت على المضخات مالتي، صار السحب بدل 1,000,000 صار 1,100,000 1,100,000 برميل بس باليوم. ايه اولا الديستليشن كلام ما راح يروح برج التكرير او برج التقطير ما راح يلحق يشتغل بالطريقة المثالية، وبالتالي المنتجات مالته راح تطلع ما راح تكون منتجات مضبوطة ونقية جدا، وبالتالي من تطلع هاي المنتجات بنسبة اعلى من المقدر الها هاي التانكيات شبيها راح تنترس بفترة أسرع، وإذا انترست هاي التنكيات بفترة أسرع راح يصير بعد ماكو مكان للخزن، إذا ما صار اكو مكان بالخزن راح يزداد بها الضغط، إذا ازداد بها الضغط راح تنفجر، إذا انفجرت ممكن تتوفر لف الشرارة وبالتالي راح يصير عندي حريق وانفجار كبير بالمعمل مالتي وممكن أخسر أرواح وممكن أخسر مبالغ طائلة جدا. إذن خطأ بسيط ممكن يصير بالمضخة الموجودة على البير ممكن تخليني أخسر مصفة كامل، هاي إذا كانت شنو؟ إذا كان سيستم. شو؟ بينما إذا كانت أجريجيت مو سيستم، يعني هذا أطلع عن النفط من البير بعدين أدزه عن طريق أنابيب بعدين أدزه عن طريق سفن بعدين أدزه عن طريق
يسمونه سيارات ما النقي، جزء من هذا النفط يروح للمصفى، جزء محدد فقط يروح للمصفى. فإذا زادت الإنتاجية عندي، أنا متعاقد ويا المصفى بأن أنطيهم كل يومية 400,000 برميل، صار الإنتاج مالت اليوم المضخة فيها صارت فيها مشكلة، صارت الإنتاج من مليون باليوم صار 900,000، أنا إيش قد راح أدز للمصفى؟ راح أدز 400. يعني المشاكل العد بيمن بالمضخة ما راح تأثر على المشاكل على المصفى. ليش؟ لأن أنا متعاقد وياهم لازم كل يومية أعطيهم 400. فبالتالي إذا كان النظام أو إذا كانت البلانت سيستم، فالتأثير أو المشكلة في أي جزء من الأجزاء راح يأثر لي على النظام بشكل كامل. أما إذا كان البلانت عندي أجريجيت، فإذا صارت مشكلة في جزء ما راح تأثر لي على النظام بشكل كامل. لذلك الغرض من أن أعرف هل النظام مالتي أجريجيت أو سيستم حتى افتهم شلون انظر واحلل واقيس المشاكل الممكنة تصير عندي خلال النظام مالتي. انظر على النظام بشكل عام، لو انظر على النظام كل نقطة بالتفصيل. اتمنى بانه افتهمنا شنو المقصود عندي بالسيستم وشنو المقصود عندي بالاجريجيت، وعرفنا تعاريفين. إذا عندكم أي مشكلة رجعوا عيدوا الفيديو الجزء الأول وشوفوا حتى تفهمون شنو السيستم وشلون لازم إحنا من نجي ندرس السيستم ونحلله على مود نعرف المشاكل البي شلون نحلله. نحلله بالتفصيل، لو نحلله بالتفصيل ثم نحلله بشكل عام مرتبط بعضه مع بعض. هسه راح ننتقل إلى جزء آخر أو حتى نجاوب على السؤال الثاني اللي هو يقول لي What a plant does، البلانت شنو تسوي. أولا في البلانت عندي شيء اسمه functions وعندي شيء اسمه failures. يعني عندي functions اللي هو أجزاء النظام، عمليات النظام. مثلا بالنظام عندي جزء اسمه إزالة الأملاح، جزء إزالة الماء، جزء إزالة الشوائب، جزء تصفية، جزء تنقية، وبعدين يطلع عندي مجموعة من الخطوط الإنتاجية تمثل لي منتجات مختلفة بنقاوات مختلفة. هاي شو يسموها؟ هاي نسميها الفانكشن مالت النظام. زين شنو معنى الفيلر؟ الفيلر هو خلل النظام على تحقيق النتيجة المطلوبة منه. زين How you think a plan functions effect؟ شلون تعتقد بأنه هاي العمليات اللي تجرى خلال النظام تأثر؟ مثلا إذا أنا كان عندي سيستم اللي قلنا عليه مصفى وبيه الوحدة مالت إزالة الأملاح، هاي الوحدة مالت إزالة الأملاح صار بيها فد مشكلة ما، والمنتج مالت طلع منها ما كانت الأملاح المزالة من عدة بنسبة كبيرة جدا كما هو المرجو، فبالتالي راح تأثر لي على العمليات اللاحقة. نعم راح تأثر لي على العمليات اللاحقة. شلون؟ راح تقلل لي من كفاءتهن. أولا هاي الأملاح ممكن تسبب لي كروجن، تآكل. شيء ثالث، المنتج النهائي عندي ما راح يكون ضمن المواصفات المطلوبة بالسوق. إذن الفانكشن الوحدة أثرت لي على مجموع الفانكشنز الموجودة بالسيستم. زين How do you think it can fail؟ مثل ما قلنا، إذا صار عندي مشكلة في نقطة أو عملية محددة راح تأثر لي على باقي العمليات. مثل ما وضحنا قلنا أما تسبب لي كراجين أو تسبب لي قلة إداء أو تسبب لي منتجات المواصفة مالتهن ليست المواصفة المطلوبة بالسوق. إذن هذا الفشل اللي ممكن يصير. زين سؤال آخر لازم نسأل رواحنا، How could it go wrong؟
شلون ممكن أن تعمل بطريقة خاطئة. زين، قبل ما نقدر نجاوب هذا لازم إيش نسأل أرواحنا. How could it go؟ أولا لازم نفتهم إحنا العملية شلون تتم، شلون تنشأ. أنا أريد أصفي النفط، تصفية النفط شلون؟ أنا أجي أقولكم اليوم طلاب مرحلة ثانية أريدكم هذا نظام، أو أريدكم تقولوا لي شلون ممكن عملية تصفية النفط، عندي مصفى نفطي، شلون ممكن يصير بيه فشل؟ تقدرون تجاوبوني؟ لا أستاذ ما نقدر نجاوبك. ليش ما تقدرون تجاوبوني؟ أستاذ إحنا نعرف المصفى شلون يشتغل حتى نقدر نجاوبك. أستاذ إحنا ما نعرف. أي والله صحيح أنتم ما تعرفون. إذن وقديش لازم تقدرون تجاوبوني على هذا السؤال؟ لما نعرف هذا المصفى شلون راح يشتغل، بعدها راح نعرف شنو ممكن أن يكون خطأ، أو شنو الخطأ اللي ممكن يكون، وبالتالي تروح العملية مالتي بطريقة سلبية. إذن أول نقطة وأهم نقطة حتى نفتهم شلون نحلل المشاكل بالنظام، أنه نفتهم النظام شلون يعمل. مفهومة إن شاء الله مفهومة. لذلك ما راح أقدر أني أنطيكم مثلا تعال هاك هذا destination column وسووا لي تحليل إله، راح يفشل لو ما راح يفشل؟ استاذ هذا شغلكم إيز إي، هذا 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 شغلكم الصحيح. أنتوا لما تدرسون مادة اسمها Process Safety and Risk Management، النقطة المطلوبة منكم هو إجابة هذا السؤال. أنطيك في النظام ما تعال حليا وين ممكن تصير المشاكل، حتى تعطيني أنت شنو ملاحظات، تقول لي هنا ممكن تصير عدي ارتفاع ضغط. أنا شو أخلي؟ أخلي عد ريليف، أخلي ريليف فالف، وأخلي أجهزة قياس الضغط، بريشر كنترولرز، وهكذا. تقول لي هنا أنا ممكن يصير عندك ارتفاع بال الليفل، ارتفاع ارتفاع بمستوى المحلول. انا شو اسوي؟ اخلي بقياس لمستوى المحلول، واخلي كاكات حتى اقلل من دخول المحلول، وبالتالي احافظ على المحلول مالتي بارتفاع محدد. اذا ولكن عالميا هذه الماده تدرس بالمرحله الرابعه، احنا انه بالعراق واحنا عباقره ندرسها بالمرحله الثانيه. فلذلك الماده مالتكم ما راح تكون معقده بشكل كبير جدا، ولكن انا شو راح اسوي؟ راح اعطيكم الاوليات خلال المحاضرات القادمه ان شاء الله، وتعرفتوا بالمحاضره السابقه شنو معنى الريسك ماتريكس، وخلال العمليات التجاريه راح تفهمون شلون تطبقون الريسك ماتريكس. ولكن يبقى عمليه تطبيق هذا الموضوع يعتمد على من؟ يعتمد على فهمكم للعمليات بعد ان تكملون المواد الخاصه، بالاخص المرحله الثالثه والكورس الاول المرحله الرابعه. نجي هنا عندنا نقطة أخرى، يقول لي risk management is all about the effect of uncertainty on the system of the system on the goals of the system. أستاذ هم رجعنا لل uncertainty. إيه نعم، هي موضوعنا من نظامنا دراستنا، واحدة من أهم نقاطها هي uncertainty والprobability. وهنا شو يقول؟ الريسك مانجمنت، إدارة المخاطر، هي كلها تدور حول نقطة مهمة، هو تأثير الأنسرتينيتي الموجودة بالنظام على أهداف النظام. أنا هذا النظام شرجه من عنده، أرجو من يصفي النفط، سوي لي تصفية للنفط. يعني أدرس أني تأثير المشاكل الموجودة بالنظام على الناتج النهائي، هل راح يكون النفط عندي المصفى درجة الصفاء مالته عالية لو منخفضة؟ إذن أكو علاقة وطيدة بين الـ uncertainty والـ goals؟ إيه نعم، لازم أكو علاقة. So we need to understand how the structure of a process system is related to goals. لذلك لازم نفتهم بين كيف البناء الداخلي للسيستم مالتي متواصل او متعلق او مرتبط مع اهداف هذا النظام.
يعني انا لازم افهم الستركتشرز، شنو الفانكشنز، وشلون تاثيرهن على الجولز. لذلك راح ناخذ فد نظام مبسط للسيستمز اللي هو معروف بالفانكشنال سيستم فريم ورك. هذا التمثيل راح يوضح لي العلاقة بين العناصر الثلاثة اللي تكلمنا عنها، اللي هي structure والfunction والgoals. أوكي؟ أولاً، هذا في الجزء في المهم جداً جداً عندكم، ولازم كلكم تحفظوه عن وجه قلب. يعني هذا عادةً كل سنة تقريباً دا ينطلب، إذا مو دور أول ففي الدور الثاني. فمهمتكم أن تحفظون هذا الرسم جيداً. فنجي The Function System Framework متكون من عدة أجزاء. الجزء الأول اللي هو شنو هو؟ الستركتشر. والستركتشر هو عبارة عن شنو؟ مكونات النظام، واللي هي شنو؟ أما تكون البلان، أجهزة، وتكون البيبل، الناس اللي تشتغل على هاي الأجهزة، والبروسيجرز، طرق العمل على الأجهزة اللي يتبعها الناس. هذني راح يكون متعلقات واحدة بالآخرة أو مرتبطة واحدة بالآخرة عن طريق شنو؟ information streams. يعني people تستخدم procedures محددة حتى تشغل الأجهزة مالت البلان. هاي شو نسميها؟ هاي نسميه structure مالت النظام، واللي هو عبارة عن interactions of component from structures، هو التداخلات الموجودة على الأجزاء المكونة المن للنظام. زين، عندي وراها الـ Delivered Function. الـ Delivered Function شنو؟ هو Interactions of Capabilities Realizes the Delivered Function. هو عبارة عن Interaction يحدث بين الـ Capabilities، حتى بالتالي نفتهم الديليفرد فانكشن. شنو الديليفرد فانكشن؟ الفانكشن اللي راح نحصل عليها من النظام مالتنا، واللي هو عبارة عن شنو؟ احنا مو قلنا الستركتشر عبارة عن مجموعة من الاجزاء من الكومبوننتس واكو ستريمز تربطهم. الديليفرد فانكشن هو عبارة عن الكابابيلتيز لكل هذه الاجزاء، مثلا بلانت كابابيلتيز، بيبل كابابيلتيز، اند بروسيجر capabilities. زين استاذ شنو هي الكابابيلتيز؟ انتظرني شويه، اجل هذا السؤال مده دقيقتين ثلاثه راح تفتهم عليه بالسلايد التالي. زين، بعد ما delivered function ايش راح تسلم لي؟ تسلم لي delivered states. يعني اول شيء عندي اجزاء، وعندي people، وعندي طرق عمل، تم العمل، شغلنا، استخدمنا في الطرق، ما حصلنا ناتج او حصلنا في النتيجة، ما هاي النتيجة شو نسميها؟ delivered status. اوكي، وهي متكونة من مجموعة متأثرة بالsystem variables. اوكي، يعني هذا الناتج مالتنا. زين اذا ننتبه، زين استاذ هذا على الجانب الايمن شنو هو؟ هذا على الجانب الايمن هذا شو يمثل لي؟ هذا يمثل لي العمل مالتي، الواقع الحالي الموجود بمن بالمصفى. هذا شو يمثل لي؟ يمثل لي عمليه التصميم مالتي. اوكي، البروسيس ديزاين عمليه تصميم، صممنا منها شنو؟ صممنا منها فد مؤسسه ما او منظومه ما، اللي نعرف من خلالها شنو الأهداف مالتنا المرجوة من المنظومة، وشنو العمليات اللي راح تجرى خلال المنظومة، وشنو الـ desired function من هذه العمليات، شنو المتطلب من هذه العمليات، وبالتالي راح نفتهم شنو هو الـ desired status أو الناتج المطلوب من النظام مالتي.
اوكي، فهذا التشكيل تحفظوه وراح تفهمون هسه كل جزء من عنده. بالجزء الاول هنا أنا اولا راح نتكلم عن من، عن الستراكشر اللي هو هذا الجزء الاول. فهو ستراكشر عباره عن شنو؟ عباره عن مجموعه من ظروف العمل واللي تتكون من كومبوننت وستريمز. مثل ما نتذكر اكو كومبوننت واكو ستريمز. شنو؟ اكو ناس من مهندسين، من عمال، من مشغلين، من مسؤولين سيطرة، من مسؤولين صيانة، عبارة عن مجموعة من الناس. وبعد السيستم ايش بي بلانت، بي اجهزة مضخات، بي اجهزة فصل سيبريترز، بي اجهزة تقطير، بي اجهزة اكستراكشن، بأجهزة ابزوربشن، بأجهزة تبريد، بأجهزة تسخين، بهيت اكسشنجرات، مبادرات حرارية، وهكذا. وبعد شو تكون قلنا للنقطة الثالثة اللي هو البروسيجرز اللي هي عبارة عن طرق العمل او طرق التشغيل. اكو من هين اوبريشن بروسيجرز طرق تشغيل، اكو سيفتي بروسيجرز طرق السلامة، واكو كنترول بروسيجرز طرق السيطرة او عمليات السيطرة. زين استاذ شنو الكومبوننت مال النظام؟ الكومبوننت مال السيستم شنو هي؟ بيبل بلانت بروسيجرز. زين استاذ الستريمز ايش تقصد بيها؟ ها الستريمز اما ماتيريال اللي خلال تمر خلال هذه الاجهزه، او انرجي تجي من المولدات مالاتنا وتشغل هاي الاجهزه بامر من عندنا، او انفورميشن اني اجي انطي افتح الصمام الفلاني حتى يشتغل المضخة الاولى حتى تضخ لي السائل هنا، اذا ارتفع المستوى مال السائل هنا انطي معلومة حاول تقلل عملية الضخ، او سد صمام موجود هنا سده شوي بحيث تقلل لي من عملية الجريان. هاي انفورميشن، اي نعم انفورميشن. او صارت عندي هنا فد مشكلة مو ارتفاع ضغط كل الشبيل، ابو السيف ايش قال لي؟ بسرعة طفي. انا ايش اقول لي؟ ليش اطفي؟ صارت عندي مشكلة بفلان جزء، فلان جزء عنده عطل، اكو سيفتي فالف عطل. اوكي انا طفيت، ايش راح يسوي هو؟ ابو السيفتي راح يروح للصيانة، خويا ابو الصيانة انطلق، عندي سيفتي فالف بفلان نقطة عطلت. اذا راح يصير تواصل، هذا التواصل عن طريق الكلام او عن طريق الكتابة، عن طريق الأوامر الكمبيوترية، عن طريق الاشارات اللي تستخدم بالكمبيوتر اجهزة التحكم، هذني كلهم شو نسميهن؟ ستريمز. نجي هسه نفتهم شنو الكابابوليتيز. حتى نفتهم الكابابوليتيز تعريفه او القدرات هو شنو، مثلا التمثيل نفتهم التمثيل مالها. لنشوف هذا شنو. مثلا عندي بامب، شنو الكابابوليتيز مال البامب؟ انكريز بريشر، وتمثل بمن؟ عند البامب كان بين دني علامتين كلمه او فعل، وبين وبعدها عندي نفس دني القوسين، وبداخلنا اكو شنو؟ اكو ضرب، اما بريشر تمبريتشر فلو ماس وهكذا. فمثلا the pump can increase pressure، اذا شنو الكابابوليتي مال البامب؟ increase pressure. a valve can decrease flow، شنو الكابابوليتي مال الفالف؟ هو ان يقلل لي الجريان، او increase flow، او stop flow يوقف لي الجريان. زين شنو البايب؟ الكابابوليتي مال البايب كان كونتين ماس، ان يحافظ لي او يحتوي على كتله محدده. يعني انا اجيب سائل ارد اضخه من مكان الى مكان اخر، شلون اضخه بالقاع؟ هذا راح يطشر. لا شلون؟ لازم اضخه خلال شيء يحافظ لي عليه.
يوصل لي بسلام من هاي النقطة لهاي النقطة. بمن أضخه؟ أضخه خلال أنابيب أو أنقله خلال سيارات نقل. عندنا شيء آخر اللي هو شنو الكنترول لوب، نظام السيطرة. شنو الكابابلتي مالته؟ كان مانتين مثلاً مانتين فلو، يحافظ على الفلو. لو مثلاً مانتين بريشر، مانتين تم بريشر. مثلاً الكابابلتي نمثلها بهذه العملية. أوكي أوكي. هنا أنا البلان في سيستم كابابلتي اللي هو شو يسوي لي هذا البايب؟ مانتين فلو. اذا مانتين فلو يعني شنو؟ يعني السائل اللي موجود هنا ما راح يضيع، راح نحافظ عليه. واضحه؟ اي واضحه. وبالتالي اذا السائل حافظنا عليه ايش بيه؟ راح يروح الكومبوننت اخر او نظام اخر، وبالتالي راح يصير عندي فت كابابولتيز اخرى. هاي كابابولتيز مثلا انكريز بريشر اذا كان عندي مثلا بام، او ديكريز فلو اذا كان عندي فالف. اكو هنا انا عندي فالف راح نسوي ديكريز فلو. اذا نفس ما قلنا سابقا النظام يتكون من بيبل pressure و procedures و plans، نفس النظام يتكون من people capabilities و procedure capabilities و plan capabilities. زين people capabilities شلون؟ اي سهلة. المهندس، مهندس التصميم قادر على تصميم المنظومات او الاجهزة. مهندس السيطرة قادر على ادارة وسيطرة الاجهزة. مهندس التشغيل قادر على تشغيل الأجهزة. إذا قادر على التشغيل كان قادر تشغيل الأجهزة، ممكن يمثلها بنفس طريقة التمثيل هذه. إذا نبتعمل شنو معنى الكابابولتيز أو شلون تمثل الكابابولتيز إن شاء الله. زين سأل شنو الديليفرد فانكشن؟ هو عبارة عن set of all capabilities of a system، وهو عبارة عن التواصل أو نتيجة مجموعة الكابابلتيز الموجودة بالنظام كلها. النتيجة مالتها شو نسميها؟ delivered functions. يعني إذا اشتغل النظام كله صحيح راح يعطيني سائل أو راح يعطيني فد منتج ناتج. هذا الناتج بالتالي راح يمثل لي ال delivered state of the system. هذا الناتج ممكن يكون نقي جدا بسبب تأثيرات النظام، وبالتالي راح يكون نقي ويكون اما مرتفع الحرارة مرتفع الضغط حسب شنو؟ حسب جميع الامور اللي يواجهها خلال النظام كله. زين شنو الجولز؟ انت هنا قلت لي اكو شيء اسمه جولز. شنو الجولز؟ goals are the reason why a process system exists. الأهداف هي السبب من النظام حتى نتواجد. يعني مثلا لسه أنا يجي اليوم أني أجيب مضخات وأجيب أنابيب وأربط شي بشي وأسوي في النظام ما، وقصرت علي هذيك الفلوس. بعدين اجاني واحد قال لي زيد السويد، قلت له سويد معمل، هذا المعمل مال شنو؟ قلت له ها والله ما ادري. زيد عاد ليش سويته؟ ها ما ادري. اكو واحد مثلي؟ لا مستحيل. يعني ماكو واحد يخسر فلوس ويسوي فد معمل ما يعرف ايش راح يحصل منه. اذا قبل ان نفكر باي شيء لازم نعرف شنو الاهداف، لان هي الاهداف السبب والمحفز إلنا حتى نبني هذه المعامل. زين شنو الأسباب اللي تدفعنا حتى نسوي ريسك مانجمنت؟ أكيد يعني أني إذا بنيت معمل حتى أرد أسوي أرد أصفي مثلا النفط حتى أبيع النفط،
وبالتالي استفيد فلوس. اذا الجول مالته شنو هو؟ اطلع منتج ابيعه احصل ارباح. اذا صارت عندي فد ريسك بالمعمل مالتي، فد خطر بالمعمل مالته، صارت مشكله، راح تقل ارباحي. اي راح تقل ارباحي. اذا المشاكل راح تاثر على الجول مالت السيستم مالت النظام، اي راح تاثر على الاهداف مالت النظام. اذا لذلك احنا لازم نسوي عمليه ريسك مانجمنت، عمليه اداره المخاطر، حتى نكون متاكدين من تحقيق اهدافنا. يعني ايش نتذكر؟ تعريف السيستم سابقا ايش كان؟ effect of uncertainty on objectives. يعني هسه بحالتنا ايش راح يصير؟ effect of absence of uncertainty on goals، تأثير الانسرتينيتي الموجودة بالنظام على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام. لذلك ممكن نمثل الجولز كطريقة قياس للمواصفة أو للصفة خلال أو متصاحبة مع حد مقبول من الانحراف. شنو يعني مواصفة مع حد مقبول من الانحراف؟ يعني مثلا أنا الهدف من منظومتي أو المعمل مالتي أن أصنع على سبيل المثال غاز طبيعي. الهدف مالتي أصنع باليوم 100 طن من الغاز الطبيعي. زين إذا طلع لي 100 طن من الغاز الطبيعي ناقص، إذا طلع لي 99 طن، حققت الهدف مالتي أو ما حققته؟ إيه حققته. إذا طلع لي 101 طن، حققته أو ما حققته؟ إيه حققته. يعني الهدف من النظام ممكن أن يصحوب أن يكون مصحوب من بحد مقبول من الديفيشن من الانحراف. بالعادة مثلا على سبيل المثال فد نظام ما ينتج 30 طن بير داي لليوم من النيكل بلس ماينس 5%. يعني إذا 30 طلعت بها نقص 5% حققنا الهدف؟ اي حققنا الهدف. اذا طلعنا بيها طلع لنا الناتج النهائي بيها زيادة 5% حققنا الاهداف؟ اي اذا حققنا الاهداف. ولكن اذا صار الديفيشن الى الانحراف صار اكثر من هذا الحد الواضح امامكم، بهذه الحالة صارت عنده مشكلة فعليا وما تحقق بها النظام مالتي او الهدف مالتي. صارت مفهومة؟ إن شاء الله صارت مفهومة. نيجي هسه لسؤال مهم. احنا تكلمنا عن كل جزء من أجزاء النظام، لكن هسه راح نسأل سؤال: How goals are achieved؟ كيف ممكن أن نحقق أهدافنا؟ أو كيف الأهداف راح تتحقق؟ يقول لك process design connect the goals with desired functions. design functions العمليات المطلوبة مرتبطة مع من؟ مع الأهداف. ال design function مثل ما فهمناها سابقا هي عبارة عن desired set of capabilities، مجموعة من القدرات او الكابابيلتيز المطلوبه او الديزايرد. يعني احنا هاي لازم تتحقق حتى شو نسوي؟ حتى نحقق الديزايرد فانكشن. الانبوب لازم يحتوي السائل، والفالف لازم يقلل الضغط، والمضخه لازم تزيد الضغط، وهكذا. والعامل لازم يؤدي العمليه مالته، ومسؤول الكنترول لازم يسيطر على العمليه مالته. إذن الديزاين فانكشن هو عبارة عن مجموعة من الكابابيلتيز المطلوبة خلال النظام. فإذا
if the delivered function كانت نفس تساوي للديزايد فانكشن إذن sec1 goals achieved الهدف المرجو تم تحقيقه. The delivering the desired state will achieve the system goals. إذا لما إحنا النظام مالتنا راح يحقق لنا ال desired state الحالة المطلوبة منا أو الوظيفة المطلوبة من عنده، فبالتالي راح نحقق شنو الأهداف المرجوة من النظام، وبالتالي ال delivered states راح تكون المساوية لل desired state. يعني إذا أقول لك وضح لي شلون goals are achieved، توضح لي هذه العملية، تشرح لي هذه العملية. أولا if delivered function equal desired function squad goals achieved delivering the desired state will achieve the system goals and then delivered state will تساوي desired states. عندي هنا فد مثال ما يمثل لي achieving the goal تحقيق الأهداف اللي هو شنو؟ يقول لي consider a stream with a flow rate of 30 kilogram per hour that passes through a flow meter. افترض بأنه عندنا في stream ما محلول ما مع معدل جريان 30 كيلوغرام للساعة يمر خلال فلوميتر مقياس جريان. The goal associated with this system is that the flow rate should be between 24 kilogram per hour and 26 kilogram per hour. الهدف المرجو من الفلوميتر أو من النظام بشكل عام، العفو من النظام بشكل عام، يكون معدل الجريان مالتي محصور بين ال 24 و 26 كيلوغرام للساعة. بهاي الحالة flowmeter measures an act to send a signal containing information about the flow rate to the controller. الflowmeter معدل الجريان راح يقيس الجريان الحالي وراح يدز لي إشارة أو معلومة المن للفلو ريت كنترولر للجهاز التحكم مال الفلو ريت. اما يقول له الفلو عالي او يقول له الفلو قليل، اذا كان الفلو عالي اعلى من 26 ايش راح يقول له؟ قلل الفلو. اذا الفلو اقل من 24 ايش راح يقول له؟ زيد الفلو. لذلك the controller act to compare the measurement of 30 kilogram per hour to the set point of 25 kilogram per hour. Controller يعرف بأنه أعلى حد جهد 26 أقل حد جهد 24، فراح يأخذ الكنترولر قراءة بياناتهم أو معدلهم اللي هو شنو 25، يبدي قارن هاي 25 ويا معدل الجريان الحقيقي اللي وصل له اللي هو شقد وصل 30 كيلوغرام، يشوف ال 25 ال 30 اعلى لو اقل من ال 25 لقى اعلى. The controller act to send a signal to slightly close a control valve upstream on the pipe. راح يدز معلومه لمن؟ الكنترول فالف الى صمام مال سيطره موجود مقدم النظام. شو يقول له؟ يقول له اغلق لي الصمام قليلا جدا، قلل من عنده حتى يقل عندي معدل الفلو. برما الصمام اخذ الاجراء وغلق وانغلق قليلا قل معدل الفلو. نفترض بانه الفلو صار عندي 25.5، نرجع هاي نفس 25.5 راح تروح المن للفلو ميتر. عرفنا احنا السائل برما غلقنا الصمام، السائل فات خلال الفلوميتر، عرفنا بأنه حجمه 25.5 كيلوغرام بير أور. الفلوميتر راح يدز إشارة للكنترولر، خويا
ترى الفلو مالته صار 25.5، راح يقارن ال 25.5 ايش قد ويا ال 25؟ شيء قريب. زين شيء قريب، هل هي اعلى من 26 لو اقل من 24؟ لا، اقل من 26 اعلى من 24، يعني ضمن الحدود، يعني ضمن الحدود المقبوله. بمعنى اخر شنو؟ حققت لي الهدف المرجو، عاشت ايدك يا منظومة الكنترول. لذلك the actions of the component of the system occur in order to meet the goal of maintaining the flow rate between 24 kilogram per hour and 26 kilogram per hour. احنا شقلنا الهدف من النظام شنو؟ يحافظ لي على flow rate بحدود بين الحدود 24-26. بعد ما اخذ اجراء وصار الفلوريت مالته 25.5، حققنا الهدف؟ اي حققنا الهدف. اذا افتهمنا شلون صار achieving the goal. اول مره كان الفانكشن مالتي الديزايرد فانكشن ان يكون الفلو بين ال 25 بين 26 وال 24. الديليفرد فانكشن الفلو عندي ايش قد كان؟ 30. بسرعه ايش قال له؟ قال له سكواد goals are not achieved، ما حققناها. انطر الكنترولر امر يقلل من الفلو. انطى امر للكنترولر قلل الفلو. اجى الديليفرد فانكشن الجديد ايش صارت؟ 25.5. ال 25.5 هل تتناسب مع الديزايرد فانكشن اللي هي بين 24 و 26؟ نعم تتناسب. اذا هسه شنو السيكوان؟ goals achieved، تم تحقيق الهدف المرجو، وبالتالي حددنا الهدف من النظام، وبالتالي الـ delivered status راح تكون نفس الـ desired status المرجوة من النظام، وبالتالي our goals are achieved. زين how goals are not achieved، كيف الأهداف ما تتحقق؟ الأهداف سوف الهدف من النظام سوف لن يكون متحقق إذا كانت عند delivered function لا تساوي desired function، وبالتالي sequence goals are failed، فشلت. ليش؟ لأنه راح يكون delivered status ما راح تساوي desired status، وبالتالي يعتبر هذا راح يعتبر عندي failure، وبالتالي الـ desired status ما تسوي للـ desired الـ delivered status، وبالتالي راح ينطيني أمر ثاني. يعني خلنا نفترض هسه نرجع نفترض إجا الكون الفلوميتر قاسي الفلو قال له عمي 30 هذا، أنطى أمر لمن؟ للكنترولر. الكنترولر دز أمر لمن؟ لل فالف كنترول فالف، قال له اغلق من روحك، غلق شويه من روحه، صار الفلو مالتي 28 بدل 30، بدل صار 28 مو 25.5. خلينا نفترض هسه بدا الجريان يمشي، ال 25 طلع من الفالف مر بيما بالفلوميتر، الفلوميتر ايش قد قرا؟ 28. دز اشاره للكنترولر عمي ترى الإشارة مالتي شقد؟ الفلو شقد؟ الفلو 28. الكنترولر أول لازم يكون شقد بين 24 و 26. إيش راح يقول الكنترولر؟ ها الأمر الأول مالتي أنا ما تحقق، لذلك الجول الأول مني شبيه نوت اتشي، راح يعطي أمر ثاني. لا بويا الكنترول فالف ألو قلل مرة ثانية، سد روحك شوية إضافة، قام الكنترول فالف سد روحه شويه اضافه، وهكذا لحد ما يتحقق الهدف مالتي ويكون الفلو مالتي بين 26 وال 24 حتى نحقق الهدف من النظام وتستمر العمليه بسلام. هذين السؤالين how goals are achieved and how goals are not achieved مهمات جدا، واذا اجى السؤال هذا الاجابه مثل ما واضحه نساعدكم هنا بهاي الصفحه.
أتمنى هذاك السابق كله كان واضح. أعيد الفيديو إذا عندكم في المشكلة غير واضحة، وراسلوني إذا عندكم أي مشكلة إضافية على الجروب الخاص بالمرحلة، حتى أنتوا أسئلتكم تستفادون من الإجابة عليها، وجميع زملائكم يستفادون من الأسئلة ويستفادون من الإجابة. هسه ننتقل إلى نقطة أخرى. What is safety؟ سبارة ما مرينا بالنظام وفتهمنا النظام، هسه نجي نسأل سؤال مرة ثانية نعيد الواحد، شنو هو السيفتي؟ هنا راح يصير عندي عدة آراء. الرأي الأول يقول لي safety is lack of negatives، هو غياب السلبيات. يعني شنو؟ freedom from unacceptable risk، بأن إحنا متخلصين من أي خطر غير مقبول. بمعنى آخر no accident no one hurts، ما عندي حوادث وبالتالي ماكو واحد متأذي، وهذا يعتبر التعريف الأول للسيفتي. يجي تعريف آخر للسيفتي، شو يقول؟ السيفتي is a presence of positives، السيفتي مثل لي إياه، السلامة تمثل لي إياه بتوفر الإيجابيات. يعني الإيجابيات الموجودة بالنظام كبيرة جدا. يعني شنو؟ when things go right، عندما الأمور تكون بسلام، ما عندي أي شيء خطأ، وهذا يعتبر التعريف الثاني للسيفتي. أكو رأي آخر يقول السيفتي is integrity، شنو integrity؟ القدرة على المواصلة، القدرة على الاستمرارية، القدرة على تحدي الصعاب، القدرة على أن يكون نظام مالتي صامد أمام أي مشكلة. شو نسمي هذا؟ integrity. وهذا موضح بالسلايدات القادمة. لما يقول safety is a lack of negatives، معنى آخر شنو؟ يعني safety is normally measured by the absence of negative outcomes. يعني شنو؟ يعني إنه هنا خلينا المقياس مالتنا للسيفتي للسلامة هو غياب كل النتائج السلبية. زين شلون ممكن ذن نحقق هين؟ ممكن نحقق موضوع غياب النتائج السلبية عن طريق ثلاث طرق مختلفة. أما eliminating hazards أثناء التصميم مالتنا، منصمم من المنظومة قضينا عن كل المخاطر بالنظام، أو preventing initiating events، منعنا كل الإيفنت أو الأحداث اللي ممكن تسبب لي مشاكل، أو الطريقة الثالثة protecting against consequences، حمينا نظامنا من العواقب السيئة. يعني شلون؟ صار عند ارتفاع بالفلو، خلنا نرجع من السباق، يعني المثال السابق، يعني صار عندي سلبية، شنو هو؟ عند ارتفاع بالفلوريت مالتي، الكنترول مالتي السوى حط عندي فالف بالبداية، هذا الفالف سد روحه، رجع الفلوريت للحدود الطبيعية، فبالتالي eliminating hazard، منعنا الهزر من البداية. ليش؟ لأن حطينا فالف. زين، إذا حطينا الفالف وزال، لا زال عندي أنا ارتفاع بالسائل، إذا شو أسوي؟ لازم أسوي preventing initiating events. يعني شو أسوي حتى أمنع الحوادث الأولية أو الظروف الأولية للحوادث؟ أخلي أما بالب آخر، أو أخلي relieve drain. يعني شنو هذا؟ هذا عندي جزء من خلاله أطلق السائل إلى نقطة أخرى، يعني أحول جزء من السائل إلى مكان آخر، وبالتالي راح يقل شنو؟ الفلوريت مالته، وبالتالي راح أسوي شنو؟ preventing لكل initiating events. همات نفترض لا زال عندي فد مشكلة،
الطريقة الثالثة شنو هي؟ protecting against consequences. شنو هاي؟ اخلي عندي في الدرين فالف خلال المنظومة مالتي، اذا صار عندي ارتفاع بمعدل الجريان ايش راح يسبب لي؟ راح يسبب لي ارتفاع مستوى السائل بالمنظومة مالتي. زين شو اسوي اني؟ اخلي فين وسيلة، اما راح يقول له طفي المنظومة حتى امنع العواقب الوخيمة، او عدي في مجرى خاص لما يرتفع الليكويد الى هذيش النقطة راح يسوي لي اي نقطة اي ليكويد مرتفع يطرده، يحوله الى مثلا تانكات خاصة حتى يخزنه. فبالتالي فهمنا شنو المطلوب من عدي لما اقول safety is lake of negativities، يعني احاول ان اتخلص من كل السلبيات الممكنة تصير عندي بس بالنظام، وبالتالي حققنا السيفتي. شخص اخر ينظر للسيفتي شنو؟ as a presence of positive، وجود الايجابيات. يعني شنو؟ ability to succeed under varying conditions، القدرة على النجاح وإتمام الأهداف خلال الظروف المتغيرة. يعني عند ارتفاع بالليكويد ولكن النظام ما تتغلب على هذا الارتفاع، وبالتالي النجاح أن يعمل بطريقة سليمة. يعني عدي هسه شنو؟ عدي في نيجاتيفيتي واحدة بأنه صار عند ارتفاع بمن؟ بالليكويد، ولكن النظام نجح هاي بوزيتيفيتي، الناتج مالته طلع مواصفاته مضبوطة هاي بوزيتيفيتي ثانية، ما حد يتأذى من العمال بوزيتيفيتي ثالثة، المنظومة ما انفجرت بوزيتيفيتي رابعة، ما تدمرت البيئة بوزيتيفيتي خامسة، ما خسرت فلوس بوزيتيفيتي سادسة. إذن ممكن بعض الأحيان السيستم يكون شبيه بنيجاتيفيتيز، مثلا يقول لي عندي 10 باور ماينس 4 10 أس سالب 4 شنو؟ نيجاتيفيتيز. هل السيستم مالتي سليم لو مو سليم؟ يعتبر سليم. ليش؟ اذا انا عندي خلينا نفترض 10,000 نقطة بالنظام، نقطة واحدة طلعت بها سلبية، ولكن 9999 جزء من النظام كله ايجابيات، اذا احكم على النظام مالتي سليم لو مو سليم؟ احكم على النظام شبيه عالية سيفتي. ليش؟ لان عندي 9999 ايفنت هن شبيهن بوزيتيف، وعندي ايفنت واحد فقط هو شبيه نيجاتيف. يعني الفيلر الواحد ما ينفي بانه انا عندي 9999 اتشيفمنت، ما ينفي عندي 9999 نجاح. فبالتالي هذا الفرق بين الليك اوف نيجاتيفيتيز عندما يكون ماكو نهائيا بالنيجاتيفيتيز بالنظام، او يكون عندي نيجاتيفيتيز ولكن البوزيتيفيتيز الموجوده بالنظام اكبر بكبير جدا من النيجاتيفيتي فتعتبر سيفتي. النوع الثالث او التعريف الاخر او الراي الاخر بالسيفتي is integrity. اصل كلمه سيفتي باللاتيني معروفة بالسالفوس، والمعناها سيف أي معناها سلام. باللاتينية من العصور الوسطى معروفة بالسالفتي سالفيتاز، واللي هي هما تعرف كسيفتي أو سيف. بالفرنسية القديمة معروفة بالسافيت. بالميدل انجليش باللغة الانجليزية معروفة بالسيفتي، والمعنى مال في السيفتي تعود المن الى الاصل من كلمة شالوم باللغة العبرية، واللي معناها البيس او الوالنس هارموني او انتجريتي. وبالتالي احد معاني كلمة سيفتي هو شنو؟ انتجريتي،
والانتجريتي هو واحد من ضمن الثلاثة. يتحقق ضمن الثلاثة فإنه يكون عندي بيس، عندي أمان، والنس، القدرة على المواصلة بدون مشاكل، هارموني، القدرة على المواصلة بصورة طبيعية ومريحة. يعني يكون عندي النظام انتجريتي، يكون عندي صفة النظام انتجريتي عندما يكون قادرا على العمل بنظام وبدون خوف من مشاكل وبطريقة أو بصورة طبيعية، ويحقق لي الأهداف مالتي بدون التعرض للفشل. وبالتالي راح نعرف إذا كان عند النظام مالتي يتصف بالإنتجريتي أو ما يتصف بالإنتجريتي. وإلى هذا الحد تخلص محاضرتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم. Thank you. هسه نرجع إلى نقطة مهمة جدا اللي طالبتكم بيها، اللي يفترض نتناول بيها الفيديو المعطى عن CSP بالمحاضرة السابقة. حتى تسوون الريبورت المطلوب من عندكم. اول شيء اتطلبه بانه انتوا عددكم بحدود 22 طالب، فاريد من عندكم 5 مجاميع، كل مجموعة 4 طلاب. فقط مجموعة واحدة راح تكون، مجموعتين راح يكونون 5 طلاب 5 طلاب. رجاء إن ما أريد مجموعة كلهم ولد ولا مجموعة كلهم بنات تتقسمون بيناتكم، ما أريد مجموعة كلهم شطار ومجموعة كلهم ممكن مثلا يعني ضعيفين باللغة الإنجليزية أو ضعيفين بالمادة أو مستواهم مو كلش عالي لأن مشغولين. الرجاء توزعوا بيناتكم وترسلوا لي الجروبات، ترسلوا لي بجدول بأسماء الطلاب كمجموعات 5 مجموعات على الجروب مالت القسم، وهاي اطلبها من ممثلكم ان يدزليها خلال هذا الاسبوع قبل يوم الخميس. اتمنى ان اكون حصلتها. نبدي الفيديو هسه. بمناسبة طلاب هذا الفيديو، إذا تروحون على السبتايتلز موجود بس الإنجليزي ما موجود باللغة العربية. إيه. فبالتالي إذا واحد منكم يريد يطلع الترجمة عربي شو يسوي؟ ينزل الفيديو أولاً، داونلود ذيس فيديو، بعدين يجي يسوي كوبي بيست للفيديو. هذا الرابط مال الفيديو، بعدين يروح اكو موقع اعتقد اني حافظه سدور لكم اياه، وانا ما ادري والله هسه شو اختفى. ابردنا واخيرا طلاب هذا الموقع اللي اسمه downsub.com، تجون تاخذون ال URL copy، تجون هنا تسوون paste download، راح يطلع لكم. انتظروا شوية،
الترجمة الموجودة الأصلية، نزلون لي جوا تلقون الترجمة باللغات اللي تريدوها. نان اللغة العربية تسوون منها داونلود تحفظوها بنفس الفايل اللي حافظين به الفيديو، بعدين من تشغلون الفيديو عندكم بالحاسبة تروحون من السيتنج ادد سبتايتل وتروحون تضيفون هاي السبتايتل، بس مجرد تقولون ادد فايل راح يضيف لكم الترجمة للغة العربية. نرجع هسه الفيديو مالتكم يتكلم عن حادثة انفجار او حريق بال CSP العفو بال PP تكساس ريفاينري الموجود بمدينة تكساس امريكا. ممكن تغيرون الوضوح مالكم حسب تريدوه، تزيدون او تقللون الوضوح مثل ما سويت. راح نفتح الفيديو ونبتدي. At 1:20 p.m. on March 23, 2005, a massive explosion and fire erupted at the BP refinery in Texas City, Texas. The explosion killed 15 workers and injured 180 others, many of them seriously. The blast occurred at the isomerization or ISOM unit, which produces materials to boost the octane rating of gasoline. The explosion shattered windows in homes and businesses up to three quarters of a mile away from the 1,200-acre refinery. As thick black smoke billowed from the plant, authorities instructed some 43,000 Texas City residents to stay indoors. The accident cost BP billions of dollars in victims' compensation, property damage, and lost production. This investigation was the largest and most comprehensive investigation in the history of the Chemical Safety Board. CSB Supervisory Investigator. راح ننطلق مباشرة للحادث حتى نتكلم عنه، تعجبكم النقاط الرئيسية منه. بعدها ممكن أنتوا تروحون يعني أنصحكم تتابعون البداية حتى تفهمون بعض النقاط، بعضها المضحكة راح يسولف لك عن أنه هاي المنظومة قبل سنة من هذا الانفجار حصلت شهادة تقدير بأنه سليمة 100%. That is the ones that are set up to have it happen there. The following CSB computer animation depicts the sequence of events over an 11-hour period. اللي راح يطلع قدامكم هو عبارة عن تمثيل كمبيوتري للحادث اللي جرى خلال 11 ساعة من أول نقطة إلى آخر نقطة بالحادث، واللي صار يوم 23/3/2005 في مدينة تكساس بالمصفى المعروف عالميا اللي اسمه بي بي. واحد منكم إذا يسافر خارج العراق مثلا يطلع إمارات، يطلع قطر، سعودية، أو يطلع دولة أوروبية أمريكية، بعض الدول الآسيوية، راح يشوف بعض البنزينخانات محطات الوقود مكتوب بها شلون الشمس الخضراء وداخلها بيبي. هي هاي محطات الوقود التابعة لمصافي بيبي الأمريكية الموجودة حول العالم أو أمريكا وتصدر لهم المنتجات مالها. Leading to the explosion at the BP Texas City refinery on March 23, 2005. Several units at the Texas City refinery had been shut down for lengthy maintenance projects, which يقول لك مجموعة من الوحدات بالمصفى بي بي تم إطفائها لمدة شهر أو أكثر من أجل عمليات الصيانة. Required nearly 1,000 contractors to be on site along with BP employees. لذلك كانوا يتطلبون 1,000 عامل مقاول بالإضافة للعمال من العاملين بوحدة البي بي أن يتواجدون حتى يتممون عملية الصيانة ويتممون عملية التطوير. بي بي had positioned a number of portable trailers close to process units for the use of contractors and other maintenance workers. بي بي بنت لها 10 مقطورات قريبة جدا من الوحدات الرئيسية لغرض اجتماعات واستخدام عمال التطوير وعمال
الصيانة كما موضحة لكم، وين بنقاط قريبة جدا من وحدة المعالجة. يعني إذا صير مشكلة هنا أول من يتأثر منهم هم هذول الوحدات اللي بنت مؤقتا، دا يشوفون مقطورات مؤقتة، إذا انتهت عمليات الصيانة ذني راح ينشالون ويروحون لحد الصيانة الدورية المستقبلية، بعد ممكن يخلون نفس المكان أو مكان آخر. Over a period of months, BP had located 10 trailers for workers servicing the Ultra Cracker unit, including a double-wide wood frame trailer that contained 11 offices and was regularly used for meetings. Though these trailers were located near the isomerization unit, the occupants were not warned the ISOM unit was about to start up, a potential. بالرغم من أنه هذه الوحدات موجودة بالقرب من الISOM unit واللي هو البرج ديستليشن، برج التقطير الرئيسي أو التكرير الرئيسي الموجود بالوحدة، ما حد تم يعني ما تمت عملية تنبيههم بأنه راح يتم عملية إعادة تشغيل الآيسوم وإعادتها للخدمة. واللي ممكن أن تحتوي على مشاكل عدة أو ممكن تسبب لي في المشاكل. الساعة 2:15 ليلا يوم 23/3/2005 المشغل المسائي بدأ يضخ النفط الخام للفيرنس حتى يتم عملية الهيدروكاربونز كراكينج، يعني عملية التسخين. Overnight operators began introducing flammable liquid hydrocarbons, known as raffinate, into a 170-foot tall raffinate splitter tower. تم ضخ هذه العملية علما للفرنس، وبالتالي راح تضخ علما البرج التكرير اللي ارتفاعه 170 فوت واللي تتم خلاله عمليات التقطير والتكرير وفصل محتويات النفط الخام إلى النواتج اللي إحنا نريدها. Used to distill and separate gasoline components. Near the base of the tower, there was a single instrument that measured how much liquid was inside. بالقرب من أسفل البرج عندي جهاز هنا أنا كمان موضح أمامكم يقيس لي إيش قد عندي liquid بداخل البرج. It transmitted this information to a central control room located. برميقيس يدز المعلومات إلى نقطة سيطرة أو إلى غرفة السيطرة الموجودة بالموقع، وبالتأكيد غرفة السيطرة توضع في مكان أمين في الموقع وتكون لها مواصفات خاصة بالبناء. Away from the ISOM unit. But this level indicator was not designed to measure liquid above the 9-foot mark. During normal operation, the tower was only supposed to contain about 6.5 feet of liquid. But during startups, operators routinely deviated from written procedures and filled the tower above the 9-foot mark. المشكلة إنه هذا الكون جهاز مالت القياس الارتفاع اللوكويد الارتفاع السائد كان يقيس إلى أعلى مستوى جيد 9 فوت. احنا ايش قد قلنا ارتفاع البرج؟ ارتفاعه 170. بالايام الاعتيادية من التشغيل ارتفاع الليكويد يكون 6.5 فوت. اول ايام التشغيل، اول عملية بدء التشغيل من جديد يخلون الليكويد ارتفاعه ايش قد؟ 9 فوت. ليش؟ حتى يتأكدون بانه السائل كافي اثناء العملية بأن يملأ كل الأنابيب ويحضرها للمستقبل بدون حدوث أي مشكلة، وبالتالي إذا انخفض المستوى ممكن أن ينخفض مستوى الليكويد بيمن بالفيرنس بالفرن مال التسخين. إذا انخفض المستوى الليكويد بالفيرنس مال التسخين راح ترتفع درجة حرارته، وبالتالي راح يسبب لي مشكلة بالعملية مال الفصل. It would cause costly damage to the furnace.
At 3:09 a.m., as the liquid neared the 8-foot mark, a high-level alarm activated and sounded in the control room. But a second high-level alarm, slightly further up the tower, failed to go off. الساعة 3:10 صباحا هذا الانديكيتر هذا السيستم مالت الليفل انطى إشارة بأنه الليفل مالتي من ارتفع عن 8 فوت ولكن بعد مدة الليفل بدأ يرتفع 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 ولكن واجهتنا مشكلة بأنه اكو كان جزء جهاز آخر لما يرتفع الليكويد عن 9 ينطي علم عمي ترى الليكويد ارتفع عن 9 هذا الجهاز فشل بالعمل ما اشتغل. By 3:30 a.m. the level indicator showed that liquid had filled the bottom 9 feet of the tower and the feed was stopped. The CSB later estimated ساعة 3:30 اللي قاعد بغرفة الكنترول افتهم بأنه من خلال هذا الجهاز الليفل مالتي صار زياد 9 فوت ما يدري بأنه الليفل صار أعلى هو هذا جاي يقول لي الجهاز يقول لي الليفل صار أعلى من 9 فوت بس زياد أعلى ما يدري. بالحقيقة كان ارتفاع الليكويد هو زياد 13 فوت. But operators could not know the actual level because the indicator only measured up to 9 feet. مثل ما قلنا العامل ما قدر يعرف الارتفاع الحقيقي للكويد ليش؟ لأنه الجهاز كان موجود يقيس لي فقط إلى ارتفاع 9 فوتات وبالتالي ما راح يكون العامل قادر أن يفتهم إيش قد الارتفاع الحقيقي للكويد الموجود داخل المنظومة مالتنا. The lead operator had been overseeing the startup from a satellite control room within the ISOM unit. At 5 a.m., he briefly updated the night board operator in the central control room about the startup activities. The lead operator then left the refinery early, an hour before the end of the shift. A new العامل الموجود بغرفة التحكم الساعة 5 انطى علم بأنه تمت عملية بدء التشغيل بدت عملية الضخ بدأ يضخ وغادر بعدها الكنترول روم قبل ساعة من انتهاء الجولة مالته أو الشفت مالته حتى يجي الشفت الآخر ويستلم يعني ما حد يجي يستلم من عنده غادر قبل ما واحد يستلم من عنده فلذلك ما ترك معلومات كافية ما بلغ اللي يجي وراه بالمعلومات الكافية عن اللي دا يصير. The board operator arrived in the control room around 6 a.m. to start his 30th day in a row working a 12-hour shift. البديل اجى ساعة 6 وبدأ اليوم الأخير إلى قبل الاستراحة اللي هو اليوم 30 اللي يشتغل بي يوميا مدة 12 ساعة بعد 30 يوم راح يرجع البيت يرتاح ياخذ عطلة يجي بديل إلى شخص آخر يستمر 30 يوم فهذا أكيد راح تلقاه تعبان ومنهك سالة 30 يوم وهذا آخر يوم إله ما يعول يخلصه ويرجع لأهله. He spoke briefly with the departing night shift operator and then read the logbook to prepare for the startup. اتكلم مع المشغل الليلي او مساعد المشغل الليلي لان قلنا احنا رئيس التشغيل او رئيس الكنترول غادر الساعه 5 وقرا اللوجبوك او سجل الملاحظات لقى بانه تمت عمليه التشغيل وضاق المنتج. But the logbook did not clearly indicate how much liquid was already in the tower and equipment, and it left no instructions on routing of the liquid feed and products when the startup resumed. Instead, ولكن سجل الملاحظات ما كان مذكور بيج قد ارتفاع السائل أكثر من 9. مكتوب بأنه عدة هسه بالشاشة أكو ألام
أنا عندي ارتفاع بالتسعة، بس هذا الارتفاع بالتسعة وقت إيش صار؟ زين وراها غير الموجود يبدي يسوي حساباته، أنا دا ضخ مثلاً دا ضخ مثلاً 5 متر مكعب بالساعة أو بالدقيقة، بعد ساعة كم متر مكعب راح إضافي؟ هسه صار عندي 9، برا ساعة كم متر مكعب إضافي صار عندي؟ 65 300 متر مكعب على سبيل المثال. هذا ما كان مذكور، يعني أكو نقص بالمعلومات. Dead, the control board operator only found a one-line logbook entry that said, Isom brought in some RAF to unit to pack RAF with. At 7:15 a.m., the day shift supervisor arrived. Because he was more than an hour late, he received no formal briefing from personnel on the night shift about conditions in the Isom unit. مسؤول غرفة الكنترول الصباحي اجى بالسبعة وربع، بما انه متأخر اكثر من ساعة عن موعده، وبما انه اصلا المسؤول المسائي مغادر قبل ساعة من موعده، فما عنده معلومات كافية عن الوضع اللي دا يصير بالمنظومة. At 9:51 a.m. operators resumed the startup. They began recirculating the liquid feed and adding more liquid to the already overfilled tower. As new feed was added, startup procedures called for regulating the liquid level in the tower using the automatic level control valve. But the board operator... ساعة بالتسعة وربع بدت عملية إعادة الضخ من جديد. قلنا أبو الصباحي مو صارت بفوق التسعة، أمن بأنه الليفل صار تسعة، لأن قلنا أول التشغيل يخلون الليفل تسعة حتى يتأكدون بأنه كل شيء ممتلئ، كل الأنابيب تعمل بطريقة صحيحة. قلنا الظرف الطبيعي هو 6.5. أول التشغيل بعملية الستارتاب نخليه شوي من أكثر ارتفاع، نخليه 9 حتى نتأكد بأنه الليكويد الموجود عندي يكفيني بأنه أغذي الأنابيب وأغذي المنظومة كلها، لحين ما أستقر وأبدي أقلل لحد ما يكون الارتفاع 6.5. هذا إجا ما يدري ايش قدكو، رجع بدا يشغل يريد يكمل عمليه التشغيل. And others have received conflicting instructions on routing the product. As a result, this critical valve was left closed for several hours, blocking the flow of liquid from the tower. بسبب نقص المعلومات وبسبب نقص التواصل اللي بين المشغل او الكنترول الصباحي والمسائي وعدم معرفته بارتفاع الليكويد وش قد ارتفاعه، اكو كان فالف اللي هسه قبل دقائق اتوضح لكم بالمستطيل الاحمر، هذا الفالف ينفتح حتى يخلصني من الارتفاع الزائد الموجود عندي بيمن بالايسوم يونت بالديستليشن يونت برج التغطيه او برج التكرير، ويدز الى خزانات خاصه. فهذا انتبه بعد مرور وقت طويل قام فتحه. A few minutes later, operators lit burners on the furnace to begin heating up the feed, part of the normal startup process. While the startup was underway, the day supervisor left the refinery on short notice just before 11 a.m. to attend to a family medical emergency. برما المشغل اتأكد بأنه السائل هو ارتفاعه 9، ما يدري بأنه ارتفاعه وصل 13 فوت، شغل الفيرنس اتأكد بأنه كل أنابيب الفيرنس مملوءة بالليكويد ماكو هواء، شغل الحرارة وبدأ يسخن الليكويد اللي هو النفط الخام. ها وش سوى المسؤول مالت الكنترول الصباحي؟ غادر قبل الساعة 11. ليش؟ لأن جاء تليفون وضع صحي بالمنزل، راح غادر العمل مالته للمنزل بدون ما يترك بديل إلى بالموقع. His own procedures. No experienced supervisor was assigned to replace him. This left a single control board operator, now without a qualified supervisor, to run 3 refinery units, including the... وبالتالي بقى موظف ملاحظ
للكنترول بدون مسؤول أكثر خبرة وأكثر قدرة على التعامل مع الحالات الحرجة. The ISOM unit, which needed close attention. The refinery had eliminated a second board operator position following corporate budget cuts in 1999 after BP acquired Amoco. As the startup continued, the tower steadily filled with liquid, reaching a height of 98 feet shortly before noon. More than بما انه عملية الضخ مستمرة، البرج مالت التكير بدأ يملأ بارتفاع كلش قاتل وكلش خطر من الليكويد، وصل الى 98 فوت واللي هو تقريبا 15 مرة اكثر من الحد الطبيعي اللي هو لازم يشقد بداية التشغيل 9، وبالحالات الطبيعية للتشغيل 6.5. And 15 times the normal level. But the improperly calibrated level indicator told operators in the control room that the liquid was at 8.4 feet and gradually falling. Furthermore, the control panel was not configured to clearly warn operators of the growing danger. It did not display flows into and out of the tower on the same screen, nor did it calculate the total liquid in the tower. الجهاز اللي كان موجود حتى يقيس لي الارتفاع مالت الليكويد صارت فيه فد مشكلة، ما انطى قراءة بانه ارتفاع الليكويد شقد 8.4 اقل من 9، وبدأ الارتفاع مالت الليكويد شبيه حسب الجهاز مالت الموجود مالت مال قراءة الارتفاع بدأ يوضح بانه الارتفاع مال الليكويد بدأ يقل نتيجة الى مشكلة، ولكن الموجود على الشاشة الملاحظ أو المراقب ما يدري بالواقع الدراسي وما قام بحساب الكميات الصحيحة دخلت للبرج وش قد الارتفاع الصحيح صار. Meanwhile, the maintenance contractors who were not involved in the operation of the ISOM unit left their work trailers to attend a company lunch, celebrating a month without a lost time injury. في نفس الوقت العمال اللي كانوا مسؤولين عن عمليات الصيانة خلال الفترة الماضية ما مسؤولين عن عملية التشغيل غادروا الموقع إلى غرف تناول الطعام محتفلين بمضي شهر كامل بدون خسائر أو بدون حوادث وبدون إضاعة وقت أثناء عملية الصيانة. At 12:41 p.m., an alarm activated as the rising liquid compressed the gases remaining in the top of the tower. Unable to understand the source of the high pressure, operators opened a manual chain valve to vent gases to the unit's emergency relief system, a 1950s-era blowdown drum that vented vapor directly into the atmosphere. الساعة 12:41 دقيقة باعتبار الحرارة بدأت ترتفع بالسائل بدأ يتبخر وباعتبار انه سائل بالايزوم يونت وصل الى حد خطر جدا ارتفع الضغط بمن بالبرج مالت التكرير، وبالتالي الموجود على المراقب انطى امر الى الصمام مالت الريليف، الصمام اللي يسمونه بريشر ريليف فالف الموجود، بانه كل ما يرتفع الضغط يعني عندي بخار كبير افتح الصمام دز الضغط الى محرقة، هذه المحرقة تطلق لي البخار المتكون من المنظومة للجو حتى تخلصني من الضغوط المرتفعة، ولكن ما يدري بانه الارتفاع او الضغط الموجود ما موجود فقط بسبب يعني بسبب السائل بسبب العفو بسبب البخار ولكن بسبب ارتفاع السائل الموجود. Operators also turned off two burners in the furnace to lower the temperature. وكذلك سوى المراقب طفى مشعلين بالفيرنس حتى يقلل من الحرارة وبالتالي يقلل من التبخر ويقلل من الضغط. ما يدري بأنه المشكلة هي مو مسألة بخار أو ارتفاع على حرارة. المشكلة الضغط إنه ارتفاع مستوى السائل. Temperature inside the tower, believing this would reduce the pressure. معتقدا بانه هذا الحل راح يقلل عندي المشكله يقلل عندي الضغط وبالتالي يرجع العمليه للطريقه الاعتياديه. Nobody knew the tower
was dangerously full. The operators did become concerned about the lack of flow out of the tower and began opening the valve to send liquid from the bottom of the tower to storage tanks. But this liquid was very hot. As it flowed through the heat exchanger, it suddenly raised the temperature of the liquid entering high up the... بعد هذا قلنا جينا احنا اكو كان كنترول فالف موجود حتى خاف يصير عندي اوفر ليفل يدز الى خزانات خاصه هنا اذا تلاحظون هنا اكو جزء خلينا نرجع له دقيقه هنا هذا الجزء هذا عباره عن شنو هذا عباره عن هيت اكسشينجر يمر بيه الليكويد السائل البارد الجاي منين اللي جاي من المنظومة الرئيسية يطب بيه حتى يسخن شوية وبعدين يروح للفيرنس باعتبار انه الحرارة هنا صارت كلش عالية وفتح الفال اللي دا نطلقها يعني الليكويد اللي دا نطلقه للعملية مالت الخزن للخزانات حتى نقلل من ارتفاع الليكويد بال وحدة مالت التقطير والوحدة مالت التكرير كانت درجة حرارتها كلش عالية بعملي بالهيت اكسشينجر بالمبادل الحراري اللي يفترض اني يسخن لي الداخل قليلا حتى بالتالي بالفرنس ما نخسر طاقة كلش كبيرة عملية التسخين كان مرتفع حرارته عالية فبالتالي النفط الداخل شبي البارد ارتفعت حرارته كلش هواية اذا هو ارتفعت حرارته كلش هواية وراح للفرنس راح ترتفع حرارته ضعف الحرارة المطلوبة وبالتالي راح يصير في الموقف خطر جدا was very hot. As it flowed through the heat exchanger, it suddenly raised the temperature of the liquid entering high up the tower by 141 degrees Fahrenheit. It was now about 1 p.m. Contract workers, unaware of the startup and the looming danger, returned from lunch and began a meeting in the double-wide... الوقت العمال اللي كانوا بالغداء خلصوا غداهم ورجعوا للغرف مالتهم الواضحة هنا قريبة حتى يبدون عندهم اجتماعات حتى يكملون شغلهم وبنفس الوقت بسبب الخطأ هذا اللي صار وارتفاع درجة حرارة السائل بسبب المبادل الحراري ومن ثم بسبب الفرنس بسبب الفرن مال التسخين ارتفعت درجة الحرارة بالوحدة مال التكرير بحدود 140 درجة أعلى درجة فهرنهايت أعلى من الحد المسموح أو من حد الطبيعي. Trailer in the corner room closest to the blowdown drum. Over the next few minutes, the hot feed entering the tower caused the liquid inside to start to boil and swell. Liquid filled the tower completely and began spilling into the overhead vapor line, exerting great pressure on the emergency relief valves 150 feet below. At 1:14 p.m., the three emergency valves opened, sending nearly 52,000 gallons of... بعد ما ارتفع الليكويد كلش هواية راح للمكان وصل للنقطة اللي يخرج من عندها البخار نزل الليكويد من الأنبوب الخاص بالبخار راح للريليف فالفز سابقا من الطبيعي انكو ارتفاع بالضغط ودير المحرقة البخار احرقه هسه نزل سائل من نزل سائل وحرارته عالية صار شطة انطى معلومة بانه الضغط صار كلش عالي ليش هذا سائل هاي الريليف فالف تتعامل مع الابخرة فقط ما تتعامل مع السائل فايش سوى قطت امر ذن الريليف فالف بان افتح دز البخار النازل للمحرقة ولكن هو نزل شنو بخار لو شنو نزل سائل مو بخار فبالتالي قاموا يدزون هذا السائل اللي نزل المن للمحرقة. To flammable liquid to the blowdown drum at the other end of the ice hole. Liquid rose inside the blowdown drum and overflowed into a process sewer, setting off alarms in the control room. But the high-level alarm on the blowdown drum failed to go off. بدأ يرتفع السائل وين بالدرام هنا. انطى امر هذا هنا اكو الليفل level controller او level measurement انطى اعلان بانه اكو level بدا يرتفع عندي سائل بالكونتر بالمحرقه
فشيء طبيعي يرتفع سائل شيء بسيط يتبخر يطير. ولكن كان اكو جهاز اخر يقول لي الى اي مدى ارتفاع السائل، هذا الجهاز ما اشتغل، كان فيه مشكله، وبالتالي استمر السائل بالارتفاع. None of the operators knew of the catastrophe unfolding in the Assam unit. As flammable hydrocarbons overfilled the blowdown drum, operators nearby saw a geyser of liquid and vapor erupt from. بعد ما امتلا السائل بدا وبس والعامل ما يدري ايش قدر، يعني ما يدري بانه صار ارتفاع بالسائل لانه الجهاز الثاني قلنا عطلان اللي يقول لي صار عنده ارتفاع. بدا السائل يرتفع لحد ما بدا يطاير منين من الفتحه الاعلى للمحرقه اللي لازم تطلع هاي فقط ابخره ما تطلع لسائل، وبالتالي بدات الدنيا تمطر من المحرقه سائل على الموقع. The equivalent of nearly a tanker truck full of hot gasoline fell to the ground and began forming a huge flammable vapor cloud. This scene, based on CSV computer modeling, shows how the vapor cloud expanded in just 90 seconds. وبالتالي النفط كانت هذا النفط اللي اجى درجة حرارته كلش عالية من انطلاق للجو بدا يسبب لي غيمة من البخار بدأت تتمدد بالموقع بطريقة كلش سريعة مثل ما موضح بالبرنامج أو بالبرنامج الكمبيوتري. خلال 90 ثانية الموقع كله انترس بغيمة من هذه الأبخرة اللي هي شنو سريعة الاشتعال لأن هي نفط بخار نفط. About 25 feet from the base of the blowdown drum, two workers were parked in a pickup truck with the engine idling. As flammable vapor entered the air intake, the diesel engine began to race. The two workers fled, unable to shut off the engine. Moments later, witnesses saw the truck backfire and ignite the vapor cloud. Powerful explosions swept through the area. Computer log. بما انه ارتفاع السائل وانترست الموقع كله بالبخار مال النفط، كان اكو سياره مع كل الاسف طابقه قريب على الوحده، سياره مالت حمل بيها عمال اثنين، شافوا اكو بخار بالجو مال النفط، حاولوا يطفون السياره ما بدها تنطفي السياره. ليش؟ لان قام تجيها وقود من المنظومه مالت الاكزيت مالت الصارنصة مالت السيارة، الاكزيت مالت الابخرة مالت السيارة انترست بالوقود قابل للاشتعال، فالمحرك ما قبل ينطفي. شردوا بعد شوي ونلاحظوا بانه السيارة طلعت منها جدحات حرقت هذا البخار. هذا الحرق بالبخار هاي الجدحات سببت لشنو انفجار بالمكان كله، واللي راح يمثل لكم اياه البرنامج الكمبيوتري امامكم. Modeling shows how the blast pressure wave accelerated through the ISOM unit. شوفون ذن الوحدات اللي هنا طارن. Causing heavy destruction and igniting fires throughout the area. The workers in. يعني واحدة من الأغلاط إنه هاي السيارة كان ما مفترض تجينا، وإذا موجودة هنا لازم تكون مطفأة مو مشتغلة. وهذا المقطورات مالت العمال. كان لازم متى توضع هنا قريبة توضع مكان بعيد حتى متى تتأثر مباشرة بالانفجار، وبالتأكيد هذا الأول كان مصنوع من الخشب البقية من المعدن، يعني هذا إذا صار حريق هذا راح يحترق مباشرة. Inside the trailers were right in the path of the explosions. The fires continued to burn for hours. بدأ الحريق، استمر الحريق مدة 4 ساعات وصارت مصائب كبيرة. لهنا أنا شرح بسيط عن العملية، أتمنى منكم تتابعون الفيديو بشكل كامل بعد ما تنزلون الترجمة مالته، أو اللي يحب منكم يتابعه بالإنجليزي هو اللغة مالته واضحة وموجود هنا السبتايتل بالإنجليزي موجود. رجاء اكملوا حتى تبدون تتناقشون مع الجروب مالكم، وإن شاء الله بعد مد الزولي الجروبات مالتكم
احد بيعطيكم فد مثال اشرح لكم عن المطلوب، اعطيكم القائمه مالت الاسئله المطلوبه للتقرير ومثال عن كيفيه حل التقرير حتى تدزوا لي اياهم. التقرير مطلوب من عندكم يوم 28/6، يعني بعد شهر مني اليوم، فلذلك استعجلوا، سووا الجروبات مالتكم حتى نحاول نكمل ضمن الوقت المسموح به، ولا ننسى هذا علي 20% من الدرجة النهائية مالت السعي. لحد هنا أنا أعيبكم، أقول لكم شكرا جزيلا، إن شاء الله محاضرة ثانية نلتقي. نعتذر بأنه الوقت أخذنا طويل بهذه المحاضرة، لكن المحاضرة كانت ساعة والفيديو أخذ من عندنا بحدود 40 دقيقة حتى نشرحه ونفتهم من عنده. إن شاء الله نلتقي بمحاضرة أخرى، وأي سؤال عندكم على الجروب مالت المرحلة راسلوني. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.